من السامي النهارده. طاهر قدم اليسرى في الوسط من هناك، ايضا ما شاهدناش مرسي. اي اي كره، اي كره ممتازه ممتازه تكون منطقه العمليات. اوه الهدف الاول، كره خاطفه ثلاثيه ويتمكن عبد النور بالخير من فتح باب التسجيل في تقريبا في زاويه مغلقه، يتمكن من تسجيل الهدف الاول لصالح المولوديه ونلعب الدقيقه 25، لانه الكره هذه شوف تقريبا في زاويه مغلقه او بالخير. احسن لاعب في الهجوم لصالح المولوديه يطلب الكره، هاي سامي فريوي والهدف الثاني. يا سلام، في منتهى الروعه، تكلمنا عليه منذ قليل، قلنا انه ماهوش في الفورمه ولكن يكذب بالجميع، ويتمكن من تسجيل الهدف الثاني لصالح المولودية في الدقيقة الواحدة أو الثانية والثلاثين، بعد كرة من أحسن لاعب على أرضية الميدان من عبد النور بالخير. هاي الانطلاقة، راح بن صغير، راح بن صغير، راح بن صغير، راح بن صغير، دخل منطقة العمليات، يا يرجع يرجع يرجع، ممتازة، مراوغة أولى، بابا بابا بابا، ضربة جزاء، ضربة جزاء في هذه اللحظات بعد انطلاقة بن صغير. كنت نقول قبل قليل أن بن صغير سريع جدا، سريع جدا. يكون في مباراة أخرى شوف ما تمكنش حداد أنه يلتحق ببن صغير، يرجع يرفع راسه ياخذ المعلومة، هاي المراوغة ثم التصويبة، وجه لوجه يتقدم بوسالم ويسجل، الكرة تدخل الشباك وتمر مباشرة على الشباك، هدفان مقابل هدف. كل شيء دور في هذه المباراة، قلت أن النصرية على الأقل عفوا في العشرين دقيقة على الأقل ترجع في هذه المباراة إذا كان سجلت هدف أول. نعم قوية جدا، وكي جاوا زغبة كرة لصالح مولودية، بابا بابا بابا، راح وجري وجر علي وجه الزايدي، والهدف الثالث مرسلي، مرسلي يسجل الهدف الثالث على طريقة رونالدو، يحتفل بالهدف الثالث. يا سلام، الانطلاقة من الزايدي، عرف انه ما كانش ممكن انه يسجل، مر الكرة على طبق للسريع، والهدف الثالث لصالح مولودية الجزائر. ممرر وهداف مرسلي في هذه المباراة طبعا هو عبد الحفيظ، اللاعبين البدلاء صنعوا الفارق. شوف اي اي ما لحقش عليها مسعودي الوقت اللي كنت نقول انه قام بشوط ثاني ممتاز، ولكن هاي الكره هاو مرسلي، مرسلي ينطلق يروح بنود ربيعي بالمراوغه، يترك يدخل منطقه العمليات، هاي الكره با 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 با، الهدف الرابع، الهدف الرابع لصالح مولوديه الجزائر عن طريق عبد الحفيظ عبد الحق في هذه اللحظات الأخيرة في العشر ثواني الأخيرة من الوقت بدل الضايع، بعد تضييع كرة، بعد هجمة جماعية من النصرية، 4 أهداف مقابل